السلام عليكم جميعا، إن شاء الله الجميع بخير. اليوم راح نكمل المقرر 104 واللي هي الجنرال مايكرو اورجانيزم. بدينا في بداية الكورس أخذنا introduction للمايكرو اورجانيزم، وأخذنا في النبذة التاريخية عن تطور هذا العلم وشون وصل لهاي المرحلة. اليوم راح نكون شوي نشتغل بالفصل الثاني اللي هو الأدفانس، أكثر تطور، شلون سووا classification أو قسموا هذه المايكرو اورجانيزم إلى فئات. بالحقيقة هنا راح ندي ناخذ المحاضرة مثل ما نصحتكم، من تجي تقرأ جزء جزء أشر الكلمات اللي تكون جديدة علي وأخليها فرد دفتر صغير، أبدي أكتب بقلم على مود أدرب نفسي على السبيل مال الكلمات، و أتعلم باشر من نرجع إن شاء الله ونمتحن. أنتوا الكتابة راح تكون سهلة عليكم، استغلوا هاي الفرصة. صحيح هي الأجواء ما هالقد تساعد، لكن استغلوها، حاولوا أن تطورون مهاراتكم والشغلات اللي أنتوا تقدرون عليها بالبيت بقدر الإمكان. التصنيف أو الكلاسيفيكيشن هذا فشي وارد بحياتنا كل احنا، حتى بالبيت اذا عندنا فرد على سبيل المثال مجموعة كتب وتريد انت ترتبهم بالمكتبة مالتك، لازم تصنفهم على او ترتبهم او تنظمهم مثل ما نقول على فئات. فتشوف مثلا ممكن تنظمهم على اساس لونهم، الموضوع، كتب التاريخ بحد، البيولوجي بحد، الثقافية بحد، والى غيرها. نفس الشيء الكائنات الحية هنا حتى يتسهل علينا دراستها وفهمها والاستفادة منها، وبنفس الوقت شنو تجنب المضار اللي تجينا من عندها. العلماء درسوها بشكل دقيق وصنفوها ورتبوها على شكل فئات. فالكلاسيفيكيشن اوف ليفينج اورجانيزم يعني صنفوا الكائنات الى مجاميع. فاذا الاورجنايزنج كلاسيفاينج اند نيمينج ذيم، رتبوهم و صنفوهم وسموهم according to the specific criteria، يعني اعتمادا على معايير خاصة. فنجي نشوف عندنا criteria معناها معايير specific خاصة، فإذا هو أجا صنفهم وسماهم ودرسهم بشكل اعتماد على المعايير. التاكسونومي هو راح يتألف، علم التاكسونومي هو راح يتألف من 3 أجزاء. فإذا هذه السطر يجيك فراغات أو multiple choice، فهذا تنتبهون على مين راح يتألف. راح يتألف classification تصنيف، identification تشخيص، ونومنكلتشر اللي هي التسمية. formal system فنظام قديم organized by Carl von Linn. طبعا السنوات اللي between two practice أي سنة ما راح نحفظها، بس مجرد للاطلاع حتى تعطينا التسلسل الزمني اللي مشى بيه علم التصنيف، لأن راح تشوفونه هسه إنه هو راح يتطور بمرور الوقت. فسووا فد هرم تطوري التاكسونوميك هيرارشي. هذا الهرم التطوري حفظوه على التسلسل، يعني مو تجي تجيب لي السبيشيز فوق والدومين جوا، لا، أبدي بي دومين، كيندم، فايلم اللي هي البلورال مالتها جمع الفايلة، الكلاس، الأوردر، الفاميلي، الجينس أو الجينيرا في حالة البلورال الجمع، والسبيشيز. هذا أحفظه. إذا أجيب لك التوكسونوميك هيرارشي أي تغيير بالتسلسل مالتهم راح يعتبر خطأ، فنحفظه إنه بالتسلسل. زين، التصنيف طبعا أنظمة التصنيف اتطورت ويا تطور العلم. فبالبداية كان التصنيف راح يكون اعتماد على الصفات المظهرية والصفات اللي لاحظها الباحث بالشغل مالة الكائن، كأن يكون شكله مدور، الخلية مالته بها زوائد، بها فلاجلة إلى آخره. فنشوف هنا الفايلوجينيتك versus phenotic classification system. عندنا نظامين للتصنيف. الأول الفايلوجينيتك classification system، هذا شنو مميزاته؟ group reflect genetic similarity، مجموعة من الكائنات شو تسوي؟ تعكس لنا فالتشابه أو تطابق ل المادة الوراثية مالتها، وبعد شنو؟ والعلاقة التطورية.
إذا بي نقطتين أركز عليهم اللي هي genetic similarity والphylogenetic reliantness. زين الphenotic classification هذا شنو؟ A group don't necessarily reflect genetic similarity. إذا هذا اختلف ما يعكس لي التشابه الوراثي أو الevolutionary relatedness أو التقارب أو القرابة التطورية. Instead, groups are based on convenient or observable characterization. إذا هنا راح يعتمد فقط على من على الملاحظة اللي يشوفها الباحث. طبعا راح يكون نسبة إلى هذا الجروب الفينتيك كلاسيفيكيشن سيستم هو الأقدم من الفايلوجينيتيك كلاسيفيكيشن سيستم. الفايلوجينيتيك كلاسيفيكيشن سيستم هذا ظهر لنا بعد تطور علم الموليكولر ودراستهم للمادة الوراثية بعد ما الدي ان اي بعد ما درسها وصورها ان واتسون وكريك بعلم الوراثة الجزيئية. طبعا المودرن تاكسونومي اللي هو الاكثر تطور والحضارة التاكسونومي بيس اون جينيتك سيكونس information molecular biology يعني اعتمد على الدي ان اي المادة الوراثية اللي هي تنقل الصفات بين الاجيال المتتابعة. هذا الجزء الاول طبعا راح اجزئ لكم بمقاطع صغيره حتى نقدر نحمله على التليجرام وعلى الجوجل كلاس روم.